مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة الجديدة عاصمة دكالة. في هذا الصباح اجواء جميلة، جو جميل جدا، جو مشمس رائع، ما كاينش ديك الحرارة المفرطة في هذا الصباح، جو رائع. ولكن يعني غنتظروا بعد الزوال نشوفوا الاجواء يعني كيفاش كتكون وسط النهار يعني بمدينه الجديده. يعني كان ضباب كثيف في الساعات الاولى من هذا الصباح، دائما بمنطقه دكالة ملي كيكون الضباب يعني كنقولوا بان تكون الحراره يعني حد الساعه ما كاينش ديك الحراره المفرطه. والنقاش يعني الصباحي ديال هذا الصباح اللي كنناقشوا معكم من هنا من مدينه الجديده، فشنو رايكم في بعض المدن اللي ما كتوفرش على الاسواق النموذجيه ومعاناه اصحاب الفراشات اللي باقي ما استافدوش؟ يعني حنا كنا كنعرفوا بان هاد اسواق القرب النموذجيه كما يصطلح او كما يطلق عليها ببعض المدن اللي فيها هاد الاسواق كيستافدوا منها دوك التجار المتنقلين اللي كيتنقلوا في الازقه وفي الشوارع، فهما كان يعني في بعض المدن داروا لهم احصاء وحاولوا يجمعوهم في بعض الاسواق النموذجيه، وان كانت يعني هناك حديث كثير واشياء كثيره وقعت في هذه الاسواق سنتطرق لها فيما بعد. فكاين بعض المدن اللي مازال ما فيهاش هذه الاسواق النموذجيه، يعني مجموعه من المناطق باقي ما فيهاش هذه الاسواق النموذجيه باش يستافدوا التجار اللي مازال عندهم الفراشات، عندهم الكروسات اللي بمختلف الشوارع والأزقة يعني كيجولوا كيتمناو حتى هما يعني يكونوا في أسواق نموذجية عصرية اللي دارت في بعض المدن. وكاين بعض المدن اللي نجحت فيها هاد المشاريع، يعني التجار سعداء جدا وهما كيتواجدوا في هاد الأسواق النموذجية الناجحة في بعض المدن. وفي بعض المدن الاخرى يعني لاحظنا بان بعض الاسواق النموذجيه اللي كانوا قاموا بتجميع التجار واصحاب الفراشات فيها فهم غادروها وخلاو يعني الحوان ديالهم مسدودين ورجعوا الفراشات ديالهم. اسباب كثيره ومتعدده، يجب يعني معرفة الأسباب من الجهات المسؤولة باش ما يبقاش يوقع هادشي في المدن اللي مازال ما داروش فيها هاد الأسواق النموذجية. فدائما يعني أصحاب الفراشات، دائما التجار اللي كيتواجدوا بالأزقة وبالشوارع فهم كيتمناو دائما يكونوا في أماكن زوينة، أماكن نقية بحال هاد الأسواق النموذجية اللي كنتكلموا عليها، يكون فيها الضوء، يكون فيها الماء ومغطية على الحرارة مزيانة لا ليهم ولا حتى الناس يعني الكليان اللي كيجيو باش يتقداو وباش يتوضعوا، يعني كيجيو كيتقداو كيلقاو الأجواء جميلة، الأجواء جيدة. هاد الأسواق النموذجية فهي مسقفة مغطية وبالتالي ما كاين لا حرارة لا غبرة لا حتى شي حاجة، وحتى السلعة ديالهم فهي يعني كتكون مأمنة. فملي كيتسد هاد السوق النموذجي كيتسدوا الابواب، كاين الاساسه، كاين الماء، كاين النظافه، كاين المراحيض، كاين الكهرباء، كاين مجموعه من الاشياء اللي ما كتوفرش عند التاجر في الزنقه وما كتوفرش عند التاجر اللي كيكون مسكين ديال الفراشه، يعني الغبره فيه، الشمس فيه، الدجاج فيه، الامطار فيه، يعني كل شيء كيتعرض حسب الفصول كيتعرض يعني الجميع هاد الاشياء. يعني ملي تكون الغبره راه السلعه ديالو وهوايا وطابلته كتكون يعني مغبر، تكون الشتا راه الامطار ما كتخليه يبيع لا يشري، تكون الحراره ايضا كيلقى مشاكل وكيلقى صعوبات. فالكل يعني كيتمنى تكون اسواق نموذجيه، اسواق نموذجيه اسم على مسمى، ناجحه يستافدوا منها التجار، يستافدوا منها المهنيين اللي اصلا هما اللي كنشوفوهم يعني في الشوارع، ماشي يستافدوا منها الناس اللي ما عندهمش علاقة بالتجارة، ما عندهمش علاقة بهاد الفراشات، لأن كنا يعني توصلنا بواحد العدد من داك ملي قمنا بزيارة بعض الأسواق النموذجية اللي فشلات واللي أغلب المحلات ديالها مغلقة مسدودة، وكنتو تابعتوهم معنا مشاهدي قناة شوف تي في.
ملي انتقلنا المجموعه من الاسواق النموذجيه اللي كانت ما نجحاتش وغادروها التجار لاسباب من الاسباب وخاصه الركود اللي عرفته هاد الاسواق، وبالتالي فالتجار يعني رجعوا للعاده ديالهم القديمه. يعني يجب البحث عن الاسباب الكامنه وراء فشل تلك الاسواق. اليوم احنا كنناقشوا راي ديال المواطنين في بعض المدن اللي ما كتوفرش هاد الاسواق النموذجيه كاع بالكل بتاتا، يعني ما عندهاش اسواق نموذجيه، واللي مازال المعاناه ديال اصحاب الفراشات اللي باقي ما استافدوش لازال يعني متواصله. فاشرف صباح الخير، نحييك سي اشرف تحيه عطره نبعثها اليك من مدينه الجديده، كما نحيي منصور من قنيطره تحيه عطره. هذا المكان اللي كتولي احنا بمدينه الجديده، كنتواجدوا الان بمدينه الجديده وبالضبط هذه المداره يعني اللي كتواجد في الخرجه ديال المدينه ديال الجديده في اتجاه منتجع سيدي بوزيد من وسط المدينه. يعني سيدي بوزيد كاين جوج ديال الطرق، كاين طريق ساحليه وعلى البحر، وكاين هاد الطريق اللي من وسط المدينه كما كتلاحظ وكما كتشوف معنا، وهذا واحد من اهم الشوارع ديال مدينه الجديده كما كتشوف معنا وكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في. هذا الصباح الجميل الرائع اللي كتابعونا فيه من هنا يعني من مدينه الجديده، فاغلى التحايا نبعثها الى مشاهدينا مشاهدي قناه شوف تي في هذا الصباح من هنا من مدينه الجديده. ودائما التساؤل والسؤال اللي كيبقى مطروح، شنو رايكم في بعض المدن اللي ما كتوفرش على الاسواق النموذجيه ومعاناه اصحاب الفراشات اللي مازال باقي ما استافدوش، يعني مازال ما عندهمش محلات في هذه الاسواق النموذجيه. فتحيه عطره احنا السؤال كنطرحوه على المشاهدين، يعني اينما كانوا بمختلف مدن المملكه المغربيه، يعني واش عندهم الاسواق النموذجيه؟ واش تم تجميع يعني التجار اللي عندهم الفراشات في الازقه والشوارع واش استافدوا؟ يعني واش كاينه اسواق نموذجيه بالمدن ديالكم او لا ما كايناش؟ يعني كاين بعض المدن اللي مازال ما فيهاش يعني اسواق نموذجيه، مازال ما كايناش في بعض المدن اللي مازال التجار اصحاب الفراشات يعني ما استافدوش من هذه الاسواق النموذجيه، يعني ما خادوش محلات تجاريه ديالهم، ما خادوش اماكن ديالهم. وان كان في بعض المدن اللي فيها هذه الاسواق النموذجيه يعني تقال عليها الشيء الكثير بانها بعض الاسواق فشلات ما نجحاتش، التجار عاود خرجوا مشاو داروا ثاني الفراشات في الزناقي وفي الشوارع بدعوى ان كاين ركود، ما كاينش حركيه، ما كاينش تجاره، لاسباب نجلوان اللي كيعرفها هما التجار، اللي كيعرفوها هما المهنيين الناس الحرفيه، هما اللي كيعرفوا علاش غادروا الاسواق ديالهم ومشاو يعني رجعوا العاده ديالهم القديمه، رجعوا الاماكن اللي كانوا يعني كيخدموا فيها الفلاشه ديالهم. نتوما شنو رايكم في بعض المدن اللي ما كتوفرش على الاسواق النموذجيه ومعاناه اصحاب الفراشات اللي باقي ما استافدوش، يعني اللي باقيين مازال ما استافدوش؟ فتحيه عطره كنبعثوها لكم من مدينه الجديده عاصمه دكالة في هذا الصباح، يعني في هذه الجوله الصباحيه، يعني احنا كنطرحوا هذا الموضوع المطروح للنقاش، الموضوع اللي كيستاثر باهتمام واحد الشريحه كبيره من المواطنين من المجتمع. فاحنا دائما نحييكم نبعث لكم اغلى التحايا من هنا يعني من مدينه الجديده، فاغلى التحايا كنوجهها لكم وتحيه صباحيه وبدايه اسبوع موفقه ان شاء الله. يعني اليوم الثلاثاء، هذه هي مدينه الجديده، فاغلى التحايا كنبعثها لكم. عبد الصادق صباح الخير اخي، كلامك على الحق، مازال عندنا السوق النموذجي في الشماعيه، ف
مجموعة من المدن اللي ما عندهاش أسواق نموذجية ومازال أصحاب الفراشات كيطمحوا يعني يكون عندهم سوق نموذجي. مازال التجار اللي عندهم الكاروسات وعندهم الفراشات في الأزقة وفي الشوارع كيطمحوا حتى هما يكون عندهم أسواق نموذجية في المدن ديالهم ويتم تجميعهم في هذه الأماكن. يكون سوق نموذجي مغطاة، عنده أبواب، عنده حراس، كاين يعني فيه الماء، فيه الكهرباء، فيه مراحيض، حتى الكليان ملي كيجيو يتقداو يعني كيجيو في ظروف مريحة، أسواق محروسة، أسواق نموذجية كما يطلق عليها. علما أن بعض الأسواق، ما كنقولوش كلشي، ما كنعموش، بعض الأسواق ما نجحاتش وعاود التجار يعني غادروها. كنلقاو مثلا سوق نموذجي في واحد عدد كبير ديال المحلات التجارية، وحنا قمنا بجولات ومشينا وشنا التجار ببعض هاد الأسواق اللي فشلات واللي ما نجحتش، وكنلقاو يعني السوق مثلا فيه 68 محل تجاري، كتلقى باقي 14 أو 15 محل هما اللي مواليه باقيين صابرين وكيتمناو تحصل الأوضاع وباقيين خدامين في الوقت اللي أصحاب الحوانت الآخرين غادروا المكان ومشاو رجعوا للفراشات، رجعوا للكاروسات. يعني خاص حلول، خاص يعرفوا شنو هي الاسباب اللي خلات هاد الاسواق يعني ما تنجح شيء، هاد الاسواق تفشل، هاد الاسواق النموذجيه اللي تكلمنا عليها واللي كنتكلموا عليها دائما باستمرار. وحنا قمنا في قناتنا شوف تي في قمنا بزياره ديال مجموعه من الاسواق النموذجيه، شلنا يعني العينه اللي غادرت المحلات ديالها واستمعنا لها، وشلنا حتى العينه اللي مازال كتبيع وتشري، مازال شاد المكان ديالها وحمد الله وشكرا. ويقولوا يعني بان الله يجعل البركه، الامور غاديه مزيان، افضل من اللي كان. يعني كاين شريحه اللي كما قلنا غادرت الاسواق ديالها، وكاين شريحه اللي مازال كتواصل يعني العمل ديالها. ف احنا يعني كما قلنا كنتواجدوا دائما بمدينه الجديده، وبالضبط المداره اللي بمدينه الجديده في اتجاه يعني ابراهيم الخليل وفي اتجاه نجمه الجنوب بحال غادي الطريق سيدي بوزيد. فهذا هو المكان يعني من وسط مدينه الجديده، فمدينه الجديده يعني وسط مدينه الجديده قرب ملعب احمد الشهب. هذا هو المكان اللي كانت توجهوا وكيتسائلوا يعني مجموعه من المواطنين. فتحيه عطره كنبعثوها الى جميع مشاهدي قناه شفت بهذا الصباح من مدينه الجديده، فاغلى التحيه يعني كنوجهوها لكم مشاهدينا، وانتم كتشوفوا معنا يعني هذا الصباح يعني هذا المنظر. كاينه حركيه في مدينه الجديده في هذا الصباح مشاهدي قناة شوف تي في، وحنا دائما يعني معكم كل صباح في كنطرحوا مجموعة من المواضيع للنقاش. فكل صباح يعني كنطرحوا موضوع للنقاش. هذا الصباح طرحنا الموضوع ديال الأسواق النموذجية لبعض المدن ما كتوفرش عليها، ومازال أصحاب الفراشات يعني ما استافدوش من هذه الأسواق النموذجية. كنتمناو صادقين إن شاء الله يعني المدن اللي مازال ما عندهم شيء اسواق نموذجيه يعني دار لهم الاسواق النموذجيه واستافدوا كغيرهم من المدن اللي كما قلنا يعني كاين اسواق نموذجيه عندها. فالسوق النموذجي كيتم تجميع اصحاب الفراشات اللي يعني مازال كيبيعوا وشريوا في الزنقه وكيستافدوا وكيدخلوا من هاد الاماكن اللي كما قلنا اماكن كتكون سوق نموذجي، سوق فيه مجموعه من المعايير ديال البيع والشراء، مجموعه من الحوايج كيستافد منها كالاناره كالماء اشياء كثيره يعني كيستافد منها، وكيكون مكان مظلل ماشي الحراره في العجاج في الشمس كما كنشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في. التجار اللي كيتمحنوا وكيعيشوا في محنه وهما عندهم مساكن الفراشات. كنتمناو ان شاء الله يعني المدن اللي مازال ما فيها شيء الاسواق النموذجيه يعني يستافدوا
التجار اللي في عندهم الفراشات ويكونوا في اسواق نموذجيه تليق يعني بهم، وهما دائما كيتمناو يكونوا في مكان ومن حقهم يستافدوا كما استافدوا التجار الاخرين اللي في مدن اخرى بالمملكه المغربيه. فان شاء الله نتمناو جميع الفراشه يستافدوا اينما كانوا بمختلف مدن المملكه المغربيه وتكون عندهم اسواق نموذجيه. وفي انتظار ذلك مشاهدي قناه شوف تيفي غادي نودعكم على امل اللقاء بكم ان شاء الله. فهذا هو الموضوع اللي طرحناه هذا الصباح للنقاش اللي خاص بالاسواق النموذجيه اللي ما كايناش في بعض المدن بالمملكه المغربيه، واللي مازال يعني التجار مازال اصحاب الفراشات كيتمناو ان شاء الله يعني يستافدوا ويكونوا عندهم محلات ويكون عندهم سوق نموذجي. وفي انتظار يتحقق هذا الحلم ديالهم وهذا الامل ديالهم غادي ننهيو هذا المباشر مشاهدي قناه شوف تيفي على امل اللقاء بكم ان شاء الله في مباشر اخر. دمتم في رعايه الله والى اللقاء مشاهدينا.